استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في قاعدة الإسخير الجوية اليوم سعادة السيد تيموثي لندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وقد اعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لنائب مساعد وزير الخارجيه الامريكي والوفد المرافق على مشاعرهم النبيله في هذا المصاب دعين الله ان يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته